الاخر لليلة وهلا اخر انجز. اخر انجاز مع بنك اوف بيروت متابع معنا، واليوم عندنا منجزه وهي مصممه اكسسوارز قدرت توصل للعالميه. تنعرف تفاصيل اكثر مستقبل لارا جابر. هاي لارا، مساء الخير، تفضلي. لارا جابر مصممة اكسسوارز من كم سنة؟ هلا صار لها سنة، هي بلشت اوفيشلي من سنة، بس قبل كنت انه عاملها هيك انه كمهنة يعني، وبعدين كبرت صارت شيء انه اكثر معروف كهواية بلشت فيها. ايه كهواية. الاكسسوارز انت بتخترعيهم، انت بتعمليهم ولا انت بس ترسميهم وفي حدا مصنعهم؟ اول شيء بلشت شيء كثير بسيط يعني، بس خرز وهيك، ويعني كنت غير فيهم شوي لأنه كنت شوف دائماً أنه مثلاً كتير عم بيغلوا لما أروح على محلات أكسسوار وهيك، فكنت بدي أعمل شيء أنه فينا أنا أعمل نفس الشغلة بس أنه تكون أنه أكتر أفوردبل. فبعد شوي يعني صرت أنه أعمل ديزاينز وعملت كتير ريسيرش لقى محل يقدر يعمل لي اللي بدي إياه، أنه يعملهم الكواليتي تبعيتهم منيحة وأنه تكون يعني أنه مثل ما بدي. فاخر شيء لقيت يعني بعد كتير جربت لقيت شركه انه كتير بتعمل مثل ما بدي يعني. بلبنان؟ لا مش بلبنان، بامريكا. وين؟ بامريكا؟ ايه. بتبعتي لهم ديزاينز بيعملوا لك اياهم؟ في عندنا صور؟ ايه في عندنا. شو الماتيريال؟ بس لارا في كتير شاطرين هون بلبنان بنفذوا اكسسوارز. ايه بس بصير بيتقلد. بيتقلد مزبوط. ايه. لانه بنشوف انه كتير بيشبهوا بعض بنصير نقول هدول الديزاينز. خلينا نشوف بعض الصور اللي بعده. اوكي عم تعمل تيب كمان يعني ولا هول بين قطعتك؟ ايه. اوكي هلا هدول اشياء كثير سهله، هول السيلولار، هول الموبايل فون. كله انت بترسميهم بتقولي لهم ولا بتزوريهم بتنقل الماتيريال معهم؟ انا برسمهم بقول لهم شو بدي ماتيريال، بيعطوا لي كذا شغله وبنقي بيناتهم يعني اللي بدي اياها وبقول لهم يعملوا لي منه يعني. لارا مين بيساعدك بهالشيء؟ لحالي. قد عمرك؟ 20. 20 من عمر 19 سنه وانت قمت بهيدي، فتشت على شركه بامريكا وتواصلتي معهم تبلشوا؟ ايه اكيد. قد ايه بتبيعي بالسنه؟ مش بالماده يعني، قد ايه يعني كميات كثيره يعني؟ ايه كثير حسب يعني، بيكون فوق ال 1000 قطعه فوق. لا مش هيك يعني، اذا بيكون عندي معرض اكيد ببيع اكثر، بس انه في كمان كثير ناس بيجوا عندي على البيت انه بياخذوا اغراض او بيطلبوا مني وهيك يعني، حسب ال شو عم تدرسي؟ هوسبيتاليتي مانجمنت. بس رح تكملي بهذا المجال؟ انه حخليها كهوبي يعني، انه كمل فيها كهوبي واعمل شيء ثاني ككارير يعني. بنك اوف بيروت اكيد اولا بتفتخر فيك كانك لانك منجزه وحبيت تفتح لك حساب بالبنك تنشوف كل فريق العمل شو رح يكون نوعا ما التصويت تبعه. حيو خبري رح بلش معك. انا بدي اقول انه دائما باخذ اغراض وبعمل كادويات من عند لارا، واغراض بيجنن وبيجنن، وبالصور ما قدرنا نشوفهم مزبوط بس ان ريل بياخذوا العقل. وانا كذا مره اخذت من عندها هدايا، مشان هيك اكيد رح اعمل هيك لانه لو ما بيعجبوني ما كنت بشتري من عندها اغراض. لولا منصور. انا كمان بدي شجع على لارا لانه انا بعمل شوي مثلك هلا، بس ماني شاطره قدك، بس نص هالاشياء انا عملتهم، بس بدك توصفيني اكيد بعمل لك هيك. راشد بحصلي. انا ما حكيت كثير حكي لاني كثير معجب بشغله لارا من زمان، وشايفه عند اولادي كمان بقى. هنيه زينة. برافو لارا، بس ان شاء الله ما يقلدوا لك موديلاتك بلبنان. انا صراحه ما حبيت انه بتصنعيهم بامريكا، بس كل بقيه الاشياء حبيتها ومالجري هيك رح اكيد تمزق. ورولا كادي. وانا لارا كمان بدي اعمل لك هيك، انا كثير بحب الاكسسوار وهلا حصير اشتري من عندي. ثانك يو. ستي ثامز اب، برافو لارا. لارا نحن رح نحول لك دغري على حسابك مبلغ 3000 دولار. المبلغ لكينا لارا جابر و 3000 دولار هول عم يتحولوا على حسابك من بنك اوف بيروت. شكرا كثير لك لارا ولا وجودك معنا ليلي. ثانك يو. وهلا public figure.